السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في العنوان الأول لدينا: محافظ نينوى المقال نوفل العاقوب يرسل حمايته للاعتداء على الصحفيين والإعلاميين. في العنوان الثاني: الفساد في العراق ملفات نعيد فتحها فيما يتعلق بسرقة أموال العراق منذ الاحتلال ولغاية اليوم. ولدينا أيضا ضمن العناوين: نور المالكي يحاول تزوير التاريخ والضحك على الذقون ليثبت نفسه بطل المرحلة قبل الانتخابات. وفي آخر عنوان لدينا: مأساة المستشفيات في العراق بسبب الفساد والسرقات في وزارة الصحة، الأشعة مطبوعة على ورقة طابعة. قال محمد أمين الحمداني، هو صحفي ومصور حر، قال إن محافظ نينوى نوفل العاقوب أمر بتعذيبه من أجل معرفة ملكية منفذ إخباري ينتقد باستمرار عمل المحافظة ويسلط الضوء على ملفات الفساد وسوء إدارة المحافظة. الصحفي الذي هرب من مدينة الموصل خوفا طبعا على حياته قال لمرصد الحرية الصحفية أن نوفل حمادي السلطان محافظ نينوى وعضو مجلسها مروان الزيدان أمرا باختطافه وتعذيبه والتحقيق غير القانوني معه حول مجموعة أخبار تنشرها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. الحمداني الذي طبعا كما سنعرض لحضراتكم بعد قليل بدت عليه أثار التعذيب واضحة على أماكن متفرقة من جسده، كشف أن 15 رجلا ممن ينتمون لحماية المحافظ أدخلوه بغرفة مدير حماية المحافظ وهو برتبة رائد، واجتمعوا عليه ضربا بعقاب بنادقهم لأكثر من 30 دقيقة في محاولة منهم لانتزاع اعترافات منه حول بعض الأخبار المنشورة على صفحات الفيسبوك. فلنشاهد. هذا أثار الضرب اللي اعتدوا عليه من قبل محافظ نينوى شخصيا وعضو مجلس محافظة نينوى مروان الزيدان وحمايتهم. طبعا نعرض أيضا ونستمر بعرض انتهاكات محافظ نينوى ومجلس المحافظة. كادر إحدى القنوات المحلية الفضائية يتعرض لاعتداء من عناصر الحشد التابع للمحافظ المقال نوفل العاقوب. فلنشاهد. محمد قلاع يصور عليه. شوف ايه يلا يلا ايه يلا تكلموا علينا جاء محمد على جزكم يا شان خضر دفاع وانا شفتوا من دفاع يلا 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 خل نروح لا لا شوف شلون يصعدون بس دعي دعي شلون يصعدون شلون ينهزمون دعي 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 شوف 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 الهزيمة مالهم شوف 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 ما صدر بصدر الصدر فارغ شوف داسر داسر لغة العصابات والميليشيات هي اللغة السائدة في العراق، فلا استغراب من محافظ أو غيره ممن لديهم السلطة بأن يتسلط بها على رقاب المواطنين ويعتدي على كل من يقول لا في وجه الفساد وفي وجه من قاموا بتدمير العراق. عموما بنفس الموضوع طبعا وعلى نفس الشخص، كتاب صادر من مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي بتاريخ 22/11/2017 يأمر بسحب يد المحافظ نوفل العاقوب بينما لا يزال يمارس سلطته حتى الآن. نعرض لحضراتكم الكتاب الصادر من حيدر العبادي إلى مجلس محافظة نينوى ومكتب رئيس المجلس
الموضوع سحب يد محافظ نينوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إشارة إلى كتابكم المرقم بالعدد كذا في تاريخ 29/10/2017 29 أكتوبر. حصلت موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على مقترح مجلسكم طبعا يعني بالأغلبية ما واضح عند الكلام المتخذ بالأغلبية بسحب يد المحافظ محافظ نينوى السيد نوفل العقوب مدة 60 يوم وفق المادة كذا 17 أولا من قانون الانضباط لموظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 91 المعدل لأخذ ما يلزم بتنفيذ موافقة سيادته أصوليا وإعلامنا مع التقدير كما لاحظتم. هذا الكتاب بتاريخ 29/10/2017 يعني قبل شهرين من الآن يأمر بتجميد عمل المحافظ وسحب يده من إدارة المحافظة لمدة 60 يوم. نتابع الآن مجلس محافظة نينوى يعلن عن وصول الكتاب بتاريخ 28/12/2017 أي قبل نفاذ الوقت المحدد لهذا الكتاب بيوم واحد. طبعا نتابع الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في رئاسة مجلس محافظة نينوى نعلن عن وصول كتاب من السيد رئيس الوزراء بسحب يد السيد المحافظ لمدة 60 يوم، والكتاب اليوم وصلنا، فيعتبر هذا اليوم اليوم الأول من سريان أمر التنفيذ. ولتأكيد هذا الكتاب فقط للعلم للإعلاميين، الكتاب وصل ولكنه سري وشخصي، فلذلك نعتذر عن نشره أمام الإعلام، ولكن سوف يتم التأكيد بأنه بالإشارة إلى كتاب مجلس المحافظة، وحصلت موافقة السيد رئيس الوزراء على سحب يد السيد المحافظ لمدة 60 يوما حسب نص المادة 17 أولا من قانون انضباط موظفي الدولة للقطاع العام رقم 14 لسنة 91 والمعدل، والذي ينص على ما يلي: للوزير أو رئيس الدائرة سحب يد الموظف سيد المحافظ باعتباره موظف لمدة لا تتجاوز 60 يوما إذا تراءى له أن بقاه في الوظيفة مضر بالمصلحة العامة أو قد يؤثر على سير التحقيق في الفعل الذي يحيل من أجله على التحقيق، ويعاد إلى وظيفته بعد انتهاء الدورة إلا إذا كان هنالك محذور فينسب إلى وظيفة أخرى. وبالكتاب طبعا يؤكد لاتخاذ ما يلزم بتنفيذ موافقة سيادته أصوليا وإعلامنا. واليوم نحن أمام الإعلام نعلن للسيد رئيس الوزراء ولأهالي المحافظة بأنه الآن السيد المحافظ مسحوب اليد، وسنكلف حالا السيد النائب الأول بإدارة المحافظة مؤقتا وتنفيذ باقي الإجراءات الأخرى القانونية. يحاولون أن يضحكوا على العراقيين هذه النماذج. الكتاب صادر وهو سري وشخصي، سري وشخصي، ما الذي أجبركم على إعلانه أو إظهاره إلى وسائل الإعلام إلا بعد أن انتشر؟ لم تخرج هذه اللجنة أو هذا الشخص في هذا المؤتمر الصحفي للحديث عن هذا الكتاب إلا بعد أن انتشر وفضح أمر الكتاب الصادر من مجلس الوزراء، وكما عرضنا لكم الصورة. ليخرج طبعا بعد ذلك هذا الشخص من مجلس المحافظة وغيره طبعا من هذه الشخصيات تخرج لتبرر موضوع الكتاب الصادر طبعا، وتقول بأنه كتاب سري وشخصي، ولكنه يعني سرب للإعلام فلا داعي طبعا لمثل هكذا معلومات. بعدين يذكر نقطة ثانية، يقول بأنه الموظف كما ورد في الكتاب الموظف، ويبرر يقول أو يوضح يعني أنه السيد المحافظ هو موظف، كل من في السلطة هو موظف يعمل لخدمة المواطن ويأخذ راتبه من أموال المواطن من أموال العراقيين. أنتم كلكم موظفين ولكن لا تؤدون عملكم بشكل حقيقي وبشكل صحيح. في طبعا الخبر الثاني، الموضوع الثاني هي ملفات الفساد في العراق. دعونا نتعرف على أول سرقة للسياسي في العراق بعد الاحتلال، فمن هو؟
طبعا الفيديو طرح الموضوع بشكل صحيح ودقيق، ولكن كان خجولا في طرح اسم الشخص الذي يعتبر أول فاسد في العراق بعد الاحتلال. والموضوع طبعا يعني واضح للجميع وعرضناه في أكثر من مرة. حيدر العبادي هو الشخص يعني المقصود من هذا المقطع الذي عرضنا. أول صفقة فساد جرت وأبرمت في العراق كان الطرف الأساسي فيها أو مستلم الرشوة هو حيدر العبادي، وبعد ذلك توالت طبعا الأحداث. طبعا دعونا نتكلم عن خزينة الدولة العراقية في فترة المالكي ومرورا بفترة العبادي، فنشاهد. ليش ما عندنا احتياطي؟ هيدا اسأل. احنا في نهاية 2014 وبداية استلام مهمتي كمحافظ البنك المركزي العراقي، كان الاحتياطي احتياط البنك المركزي 66 مليار دولار. ماذا حصل في 2015 و16؟ انخفض في سنة 2015 إلى 53.7، في سنة 2016 انخفض إلى 45.3. ليش احتياطي حكومي؟ استلم الحكومة بيها 3 مليارات فقط بالخزينة ومطلوبين 15 مليار؟ فعلا بالضبط، يعني الرسالة اللي نريد نوصلها يعني بهذه الطريقة هو أنه عندما تصمم الموازنة العامة للدولة يجب أن تراعى هذه الأمور. من السهل وضع المزيد من النفقات، ولكن التبعات فيما بعد تكون ثقيلة. واضح من إجابة جنابك أنه الانخفاض ده يصير بسبب سحب الحكومة، لأن عندها عجز بالموازنة ده تسحب من الاحتياطي. هنا إشكاليتي، قانون البنك المركزي يمنع، المادة 26 تمنع إقراض الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر. اليوم بعضهم يقول الحمد لله إحنا ندفع، منين ندفع الرواتب؟ منين يعني ندفع الرواتب؟ روحوا وشوفوا إلى البنك المركزي. في زمن حكومة المالكي مبالغ البنك المركزي وصلت إلى 80-81 مليار دولار. الآن خلينا نروح نشوف الجد الآن موجودة عندنا. لذلك البقاء الحمد لله موجود، ونصرف من البنك المركزي وندفع رواتبها ممكن أن تستمر. إذا استمرت الدولة بنفس سياساتها، يعني إحنا خلينا نعلق الجلوب الأحمر نقول أكو خطر يا أخوان، دنسير باتجاه خاطئ، دنسحب مما عندنا، دنرجع حلول ترجيعية حتى كل واحد يخلص فترته 4 سنين، ماكو مشكلة والناس تستلم رواتب، بس ما حد يحسب هاي حقوق أجيال. حنان الفتلاوي التي تتحدث عن حقوق أجيال هي شريكة بهذه السرقات، هي شريكة عندما وافقت على أن تنضم إلى هذه السلطة، هي شريكة بكل سرقة تحدث في العراق حتى وإن لم يكن لها يد أو اشتراك بالموضوع. شريكة لأنها مشاركة دولة أو مشاركة سلطة منضمة في برلمان، يتحدثون عن أنفسهم ويقولون بأنه نحن سراق، نحن مرتشون، نحن فاسدون النواب. الموضوع الخزينة الدولة من نصدق؟ حيدر العبادي الذي قال بأنه استلمت الخزينة وبها 3 مليارات فقط، أم محافظ البنك المركزي الذي تحدث عن 66 مليار دولار سلمت إلى العبادي؟ إن كان العبادي صادق فيجب أن نرى محافظ البنك المركزي في السجن، وإن كان محافظ البنك المركزي صادق فيجب أن يوضع العبادي في السجن، واحد منهم يعني. هادي العامري طبعا مستثنى من هذا النقاش لأنه زعيم عصابة وسرق وقتل العراقيين، فهذا موضوع ثاني. دعونا نفتح ملف آخر الآن، ملف نور المالكي. نور المالكي طبعا يدعي أنه هدد القوات الأمريكية بالتصادم المسلح بحال لم تسلمه الرئيس الراحل صدام حسين، وطبعا بفترة تنفيذ حكم الإعدام، وقال بأنه هدد الولايات المتحدة بأنه سيقوم باقتحام السجن الذي كان معتقلا فيه صدام حسين طبعا في محاولة للترويج لدعايته الانتخابية وذكر منجزاته، فنشاهد. ومن يقول بأن الأمر جاء من خارج أو داخل، أبدا، حتى قلت إذا ما سلموني أنا، هو كان مو في سجوننا، في سجونهم،
إذا ما سلموني الليلة هاي الساعة 3 بالليل، إذا ما سلموني آخذ قواتي وأروح للسجن وأطلع بالقوة ونصادم إحنا وياهم. فتراجعوا بيناتهم قالوا المالك يسويها طوهي أخلصونا. انتزعناه من بين كل الإرادات التي كانت تتآمر. نور المالكي يقول بأنه الأمريكان قالوا بأنه طهية وخلصونا هذا المالكي ويسويه. المالكي الذي جاء طبعا لن نتحدث عن حديثي يعني عن شخصي ولا عن القناة، دعونا نتكلم عن السياسيين. السياسيون الذين قالوا بأنه المالكي وغيره أو المحللين أو المراقبين الذين وصفوه وحتى الشعب بأنه جاء على ظهر الدبابات الأمريكية ودخل إلى العراق وطبل للأمريكان، الذي يتحدث الآن عنهم هو الذي وضع الورود على قبور الجنود الأمريكان الذين قتلوا في العراق. هذا المالكي الذي الآن يتفاخر طبعا بأنه قائد المرحلة، والذي هو هدد الأمريكان بأنه سيأخذ صدام حسين بالقوة وخافوا فتراجعوا. طبعا دعونا نكمل العرض يعني حديث المالكي، ولكن هذا الفيديو في مكان آخر وفي مناسبة أخرى لحديثه طبعا عن منجزاته التي ذكرها في شهر آذار الماضي، حينما قال بأنه هو من أخرج العراق من الفصل السابع، وأيضا قصد الإعلان بتاريخ 27/6/2013 والذي ناقض إعلان وزارة الخارجية حول خروج العراق من الفصل السابع، والذي أعلنته طبعا الخارجية العراقية بتاريخ 9 كانون الأول الجاري. طبعا أيضا موضوع كذبة إخراج القوات الأجنبية من العراق، فنشاهد. الكلام الكثير والتزييف للحقائق أنه ما عملت شيء، ما صار شيء، ما بنيت شيء، أنتم مو رجال دولة، هذه كلها خلفها استراتيجيات. حينما يقولون أنتم لستم رجال دولة، لا، إحنا رجال دولة. إحنا استطعنا أن نعيد العراق وهو أحجار محطمة بعد الحروب اللي خاضها النظام وبعد دخول القوات الأجنبية على الأرض العراقية ومصادرة السيادة والإرادة وحطوا العراق تحت الفصل السابع. لا، إحنا أثبتنا رجال دولة، وجريمتنا أننا أثبتنا بأننا رجال دولة. أخرجنا القوات الأجنبية، أخرجنا العراق من الفصل السابع، زيدنا ثروة العراق من 25 مليار إلى 110 مليار دولار، انفتح السفر وتعمقت الديمقراطية والانتخابات وبدأت المبادرات الزراعية والصناعية والسكن والتعليم. طبعا هو لو يظل يهتف منا الباشر ما حد حيصدقه، ولكن دعونا فقط نذكر بأمور بسيطة. موضوع اختراق السيادة والغزو والقوات الأجنبية التي دخلت إلى العراق ما يسميها احتلال، يقول قوات أجنبية. القوات الأجنبية التي دخلت إلى العراق هي التي وضعته ونصبته رئيسا للوزراء بحديث إياد علاوي، بإمكانكم متابعة الشريط الخاص بهذا الموضوع. الانتخابات والديمقراطية، الانتخابات مزورة في 2010 بحديث إياد علاوي، وقال بأنه جلسنا في السفارة الأمريكية في بغداد وقالوا اختاروا المالكي للاستمرار بولاية ثانية. الديمقراطية والاستقلال وغيرها، يعني مفضوح هذا الموضوع ولا يحتاج إلى كثير من النقاش. ننتقل إلى الخبر الرابع. الأشعة التي تؤخذ للجسم الإنسان في أي مكان في العالم تتم في أماكن معينة مخصصة لها طبعا، والمادة المستخدمة لكشف الأشعة أو عرضها تكون خصيصا لهذا الموضوع لكي تمكن الطبيب المختص من متابعة الحالة بشكل أدق. ولكن في العراق الأشعة تؤخذ وتطبع على ورقة طابعة، الورق الأبيض العادي. دعونا نشاهد. السلام عليكم. وبعدنا بالمعاناة وبعدنا بالمأساة، يعني هسه احنا نص الليل ورد نسوي أشعة. تدرون الأشعة شلون طلعوها عنه؟ البرقة بورد. شلون صحاني؟ قاعد يسوي لي فيديو لي واحد ردحكي. الأشعة بورقة وورد وبطابعة عادية. شوفوها. وهاي الأشعة ودتها للدكتور قال ما تفيد. يعني شايفين أشعة بورقة؟ ورقة A4 طابعة عادية، وقاعد نطبع كتاب رسمي العديلة. انت عديلة مثل ما جبت النعولة ما عرفت تجيبين افلام مال اشعة. زين هسه هاي وين وديها الاشعة؟ هاي الورقة وورد هاي مالتك، هاي وين وديها؟ الدكتور قال ما تبين. زين ما نخليها، انتم مو سويتوا بفلوس؟ ارجوكم بلا شايفين فيلم مثل هذا الفيلم العراقي؟
من الله ينتقم من عندكم، الله ينتقم من كل من جاكم. يا ما تستحون ليش هيك؟ شنو يعني شو تحكون على العالم؟ اذا الدكتور يقول ما اعرفه وما قاعد تقرا بيها شيء، زين ليش اعطتني امر بالطباعه مالتها؟ هي هاي مستشفياتنا؟ هي هاي بعد 13 سنه من اجيتونا حكمتونا؟ هو هذا التغيير ما صدام حسين؟ قلتونا صدام راح يتغير وراح تصير الاوضاع صحيه، والله لو ضالين على صدام اشرف لنا من عندكم يا لصوص يا حراميه يا عديله يا ام النعوله. هو هذا حزب الدعوه؟ هاي من خلوه وزير الصحه حزب الدعوه تجيب لنا اشعه بورقه؟ من الله يعلكم ان شاء الله، والله قهر. وين ودي الطفله استانب؟ هاي الاشعه مالتك بورقه جابت لي طابعه سعرها 50,000 طبعين بيها اشعه وتاخذي من العالم فلوس والدكتور ما يقراها؟ شوف شلون يضحكون على الشعب. زين انت ابنك من يتمرض تاخذي له اشعه طابعه مثل هاي؟ لو تودينا لغير دوله راح اموت من القهر. في فقرة أراءكم، الموضوع طبعا اليوم لدينا عن إطلاق النار العشوائي، استمرار سقوط ضحايا نتيجة الاحتفال بفوز المنتخب أو حتى لأسباب أخرى. نتابع هذا الموضوع سريعا. هذه الصورة لأحد الأطفال الذين سقطوا. طبعا نذكر بأن الضحايا أمس طفل وتسعة عشر قتيل طبعا وتسعة عشر جريحا. دعونا نتابع التعليقات التي جاءت على هذا الموضوع. في أول تعليق لدينا، علي يقول: على فريق كرة القدم التوقف عن المشاركة في الألعاب احتجاجا على الرمي والأضاحي البشرية التي تقدم عند كل فوز. في تعليق آخر، رعد يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، الأب والأم يربون ويكبرون ابنهم ويتعبون عليه وبعدين من وراء استهتار البعض يروح من يديهم، هذا ايش راح يقول للرب العالمين؟ نتابع تعليق اخر. ياس يقول: خطيته برقبة كل شخص يرمي طلقات، الله يرحمه ويصبر اهله والله ينتقم من كل شخص يرمي. طبعا نتمنى انه هذه الظاهرة تتوقف لان الموضوع زاد عن حده يعني. وايضا لدينا حسين يقول: الف رحمة على والديكم، رجعونا راضي شنيش خليه يدرب المنتخب، بس هو قدر يقضي على هذه الظاهرة، ظاهرة إطلاق النار طبعا بعد أي مباراة، لأن ما فزنا ولا مباراة بعد. يعني ما له تعليق هذا الموضوع. عبد الرحيم يقول: اللي يرمون سيارات الشرطة يعني حاميها حراميها. طبعا هذا الموضوع، وكما قال كابتن ناظم شاكر في أحد اللقاءات أيضا، بأنه هو رأى بأم عينيه بأنه من يقوم بالرمي عند فوز المنتخب أو أي مناسبة أخرى هي نقاط التفتيش ورجال يعني او طبعا الجهات الحكوميه الموجوده في بغداد او في غير بغداد. قصف جبهه يعني ان يرسل كلام مباشر او غير مباشر لشخص او جهه معينه فيه انتقاد وايضا ذات مدلول بنفس الوقت، هو الوسم الذي سنتحدث عنه. نتابع التغريدات على هذا الموضوع. تبارك الشمري اقصف جبهة أحدهم. تبارك الشمري تقول: من أنت فاسد وتصرخ سنحارب الفساد، إيش تتخيل نفسك؟ أنتم تعرفون طبعا هو من يقصد أو تقصد. في تغريدة أخرى، مصطفى يقول: كلش حلو لما تسوي نفسك كيوت وطني وعند أول موضوع يخص جماعتك يظهر معدنك الطائفي وتتحول من كيوت لوحش مفترس. للأسف الشديد هناك طبعا من يتقنع بها بأقنعة الوطنية ونبذ الطائفية، ولكن اللب هو والجوهر هو الطائفي. تغريدة أخرى، محمد مطر يقول: من أنت تسلم ثلاث محافظات بولايتك وبعدين بالولاية الجديدة تقول أريد أسترجعهن؟ سبحان الله. وأخيرا علا تقول: إنك لعلى خلق عظيم، الله تعالى يخاطب محمد، البعض يدعي حب محمد وآله وهو عديم الأخلاق، يعني أخلاق سز. مشاهدين الكرام، انتهى وقت البرنامج طبعا. أنا أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقات أخرى. إلى اللقاء.